السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا الحلوه الشباكيه. هنا كنحتاجوا 100 غرام تاع الزنجلان مغسول ومنقي ومحمر. هنايا عندنا 100 غرام، هنا عندنا 50 غرام، 100 غرام بوحدها و50 غرام بوحدها. هنا كنحتاجوا النافع يعني اليانسون، معلقه صغيره، هذه المعلقه هذه عامره صغيره بحال هاد القرفه بحال هاد الخرقوم، خماره وحده نتاع الحلوه، وعندنا هاد المعلقه هذه الصغيره الربع ديالها هكا ديال الخميره الفوريه، يعني الخميره اللي كتخمر دغيا. عندنا جوج معالق كبار ديال الخل. هنا عندي يطرد العسل راه اللي سبق لي وحضرته، الا بغيتو تشوفوه تلقاو الرابط اسفل الفيديو. هنا عندي كاس نتاع الزهر، عندي نص معلقه صغيره المسكه، هذه المسكه الحره، عندي واحد نص كاس نتاع الزهر، هادو كيبقاو بوحديتهم كيبقاو يتزين مع العسل. زيت المائده، عندي الزبده مذوباها يعني الزبده خاصها تكون دايبه. عندي هنا الطحين راني حطيت 800 غرام، ولكن تقدر تدخل كامله تقدر ما تدخلش كامله، المهم داكشي اللي دخلت غادي نقول لكم. دابا غادي نسبقوا ديك الزنجلان محمرينه مزيان وطحناه، هانتوما كتشوفوا راه حنا كنطحنوه مزيان كنرطبوه حتى كيرجع بحال العجينه، هانتوما كتشوفوا راه بحال العجينه. هنا دابا كنجيب واحد يعني واحد الغريب خصنا نغربلو باش ما يبقى لناش الزنجلان هكاك صحيح يقطع لنا العجينه. يعني جوج حوايج ضروري ديروهم، عندكم الزنجلان ضروري خصو يتحمر وخصو يتغربل. هنا الزنجلان الا ما بغاش يدوز لكم من الغربال كتهزوا غير شويه ديال الدقيق شويه ماشي بزاف وكديروا له هكا، راه غير كديروا له هكا كيبدا يهبط. هنايا هاد الخميره هذه كنفيو غير تقريبا معلقه د الماء، غير معلقه د الماء دافيه كننفزكوها يعني مدينا. هنايا الزنجلان حنايا غربلناه، غادي نزيدو عليه هاد الخل، نزيدو عليه هاد التوابل هادو. هذه واحد الشباكيه راها يعني حتى في المكونات راهم بساط، 150 مليلتر ديال الماء نتاع الزهر. هنايا هاد الكاس النيت، بهاد الكاس هذا غادي نعبروا النص ديالو زيت، والزيت كيبقى لكم الاختيار يعني ديروا اي زيت، بغيتوا ديروا زيت العود ديروها، بغيتوا ديروا غير زيت المائده ديروها. هنايا درنا النص ديالو نتاع الزيت، وغادي نكملوا بالنص زبده دايبه حتى هو نفس العبار ديال الزهر. هنا دابا المكونات كلهم، بقات لنا غير الخميره حتى نديروها مع الطحين، الخميره ديال الحلوه ماشي الخميره نتاع الخبز. هنايا نخلط هاد المكونات، وانا غادي نبدا نزيد دابا الطحين. الطحين غير الطحين العادي، يعني ماشي ضروري باش يكون الطحين الخاص بالحلويات، غير يكون الدقيق الابيض ما يكونش يعني الدقيق الصلب. هنايا انا درت الطحين، انا نزيد عليه ديك البكيه الخميره نتاع الحلوه. هنا دابا غادي نبدا نجمع مي باش تعرفوا الشباكيه راها ما كتبغيش الدليك، راه حنا غادي نجمعوا غير بالصبعان ديالنا باش كنجمعوا الدليك. لا هنا كنبقى نزيد الطحين، ما كنزيدش كلشي في دقه واحده، كنبقى نزيد وانا كنجمع حتى كنشوف الكميه اللي خاصنا. بهاد الصبعان هادو ديالنا كنديروا هكا وكنحاولوا ندخلوا ديك الطحين، كنعاود ثاني نقلبوا. هانتوما كتشوفوا العجينه راها مازال زعما مازال مفرشه، ولكن حنا هادشي اللي كنديروا لها كنبقاو كنعطيوها غير البنيات، ولا خاصنا الدقيق راه حنا كنزيدو يعني ماشي غير نعطيو البنيات ونساليو، كنزيدو ديك هكا كنديروا هكا كنرشوها بالطحين وكنبقاو
هانتوما لا تلاحظوا راني ما خدمتش كاع الكف ديال اليدين، كنقلبوا العجينه، راه كنبقاو نزيدوا الطحين ونديروا هكا ونعاودوا نقلبوا ونعاود ثاني حتى كنوقفوا على واحد العجينه كتكون قاصحه. بالنسبه لهاد العجينه راه دخلت لي 400 غرام ديال الطحين. هانتوما كنعاود ثاني ندير لها هكا، يعني دابا راه صافي، دابا راه ما نزيدهاش، بعد ما دخلت لي 400 غرام راه ما غادي نزيدها والو، غير كندير لها هكا. كما سبق لي وقلت لكم العجينه نتاع الحلوه الشباكيه راه حنا ما كنديركوهاش باش في الطليق ما كتبقاش ترجع لنا، يعني لحقاش الا عطيتو هاد التليك بالكف فاش كنكونوا كنطلقوا بالدلاك العجينه كتعاود تجمع، انت كتطلقي العجينه وهي كتجمع. هذه نصيحه، ونصيحه اخرى الشباكيه كل ما كانت العجينه قاصحه، انتم كتشوفوا العجينه كيفاش قاصحه، يعني راه ما كتوليش ديك الساعه فاش كتكون العجينه رطبه راه غير كديرها هكا كتعاود ترجع، هذه لا. كل ما كانت العجينه قاصحه كل ما كتجي الشباكيه هشيشه ورطبه، وإلا كانت العجينه قاصحه يعني جاريه راه كتجي كتجي الشباكيه كتجي قاصحه. هنا دابا هنا كملتها، غادي نلمدها في واحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها تقريبا واحد 30 دقيقه وهي محطوطه باش عاد ديك الساعه نعاود نقسمها. هنا حنا الارض ما كندهنوها، ما كنديروا لها لا طحين لا زيت. هانتوما شفتوا كانت قاصحه بزاف، كانت قاصحه، ولكن دابا فاش خلينا هذيك 30 دقيقه راه نزلت شويه. ها راني كنقلب العجينه، كندلك ونقلب العجينه، ودائما ندلك في الوسط ونجيبو عندنا، كنديو ونجيبو نديو ونجيبو عندنا، عاوتاني ندلك في الوسط كنبقاو نديو هكا. يعني هذه الطريقه في الدلاك راه كتجي ساهله، انك باش تحطي الدلاك في الوسط وتجيبي عندك العجينه تعاودي تحطي الدلاك في الوسط وتدي العجينه، سهل ملي ديري الدلاك هكا وتجيبي عندك اولا تدي كلشي، يعني كتقسم العجينه في الدليك. جيبو واحد هكا طرف ديال الكرتون كيكون نقي، هذا راني دايره فيه 8 يعني في العرض ديالو، غادي نديرو بحال دابا غادي نحطو هكا، علاش باش يجيونا تقدر وحده، ما تجيناش وحده كبيره وحده صغيره، في القلي ما كيجوش مقادين فاش كيكونوا وحده كبيره وحده صغيره. هنا كنحيد هاد الجناب، هاد الشيبات هادو كنحيدهم. هنا غادي نضرب، ها نتوما شفتو، نتوما كتشوفو راه كلشي باين لكم. هنا كنعاود نقاد من هنا، لان الا كانت وحده كبيره وحده صغيره في الطياب ما كيطيبوش مقادين، كتحاول هنايا ها نتوما شفتو انا درت القياس. غادي نقطع، كنعاود ثاني نهز هذا نديرو هكا، كنعاود نحيد هذوك الجنيبات. يعني فاش كنطلق العجينه عندي فيها 8، يعني راه كنطلق العجينه فيها 16 سنتيم هكا في العرض باش كيخرجوا لي جوج هكا جوج شرائط طوال. هذيك العجينه انا كنقسمها على 4، ولكن الا قديتو تخدموها في ديك التقاده غادي ديروها، ما قديتوش يمكن لكم تخدموا تفرقوا ديك العجينه على 6 ولا على 8. هنا كنجمع هاد العجينه هكا، ما كندلكها ما والو، غير كنجمعها نجمعها ونديرها مع، ماشي ما ندير ما نخلطهاش مع العجينه الاخرى، غادي نديرها في جنيب في البلاستيكه، ما نخليهاش عريانه، راه خليتها عريانه راه غادي تجي قاصحه، يعني غادي تقصح لي. هانتوما العجينه حنا طلقناها راها رقيقه، وكنوكد عليكم بالعجينه تكون رقيقه. هنايا هانتوما تشوفوا كنخليو 8 صبع يعني سنتيم، كنجيو لهنا الوسط وكنديرو هكا، كنخليو الصبع من هنا وكنخليو الصبع من هنا وصبع من هنا. دابا هاد الصبع هذا يعني تقريبا سنتيم، كنعاود نخليه قدو في الوسط، عاوتاني غادي ندير هاد الضربه هذه. هانتوما تشوفوا هانتوما انا درت 1 2 3 4 5 كنقطعها، هانتوما تشوفوا كندير 1 2
ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة ثم هذه احنا هزينا هنا، الأخرى راها لتحت، هذه كنقابلوها مع هذه عاوتاني، هذا الرابعة كنقابلوها مع التحتانية، وهذه اللي كتكون من الفوق كنقابلوها مع هذه، يعني هذه اللي كيكونوا محطوطين في الصبعان ديالنا نتاع اليد اليسرى، واحد جوج ثلاثة، وهذه اللي كيكونوا هنا في اليد اليمنى راه كاينين غير جوج. هنايا كنحلوا العجينة هكا وكندخيو هادوك جوج، ديك القنيتات كندخيوهم باش كيطلعوا لنا من هاد البلاصة هادي، يعني كيخرجوا. تمام، هنا دابا غادي نديرو واحد الشكيل اخر، واحد بحال الشكيل تاع السبوله. هانتوما راه بحال كما طلقتها فديك التقاده ديال يعني الحلوه المخرقه او المشبكه، ما كملش سنتيم، كنديرو هكا بحال هكا، كما كنخليو ديك سنتيم من هنا ونخليو سنتيم من هنا، يعني كنضربو غير في الوسط. نبداو بهادي، هانتوما واحد جوج ثلاثه، هنا كنقطع، نقطعوا هاد العجينه هادي، كنقطعوها هانتوما كتشوفوا، كنقطعوها كنطويوها على جوج، يعني فاش كنطويوها على جوج كتبقى فيها هاد الفتيحه هادي، كنقطعوا هاد الرويس هذا وكنقلبوه وكندخلوه. هانتوما ديك البلاصه اللي كتكون ملاقيه في الارض هي اللي كنلاقيوها، كندخلوها كنجبدو هاد الرويس وكنحلوها شويه هكا. هنا الشباكيه ديالنا حنا كملناها بالطوي، هنا العسل هانتوما كتشوفوا العسل راه ما كنديروهش قاصح وما كنديروهش جاري، يعني مثلا نسخني العسل وطفي فيها الشباكيه، لا العسل خصها تكون هكا. هانتوما كتشوفوا اذا هو كان الزهر مجهد راكم كديروا غير معلقه، يعني كان شويه خفيف ماشي مجهد راكم كديروا جوج معالق، هنا غادي ندير انا معلقه كبيره. هنا درت الزهر، غادي ندير هاد المسكه، يعني ماشي بالضروري باش ديروا المسكه في العجينه، من الاحسن عندك الزهر والمسكه كيداروا هكا مع العسل كتجي زوينه، كتبقى ديك الريحه ديالهم فيهم مجهده. هنا كنخلطوها مزيان صافي، دابا ان شاء الله نبداو نقليو. ولا كندير واحد الزيت كثيره، ما كنديروش الزيت قليله، ومن الاحسن كنشوفوا واحد المقله اللي كتكون غارقه وكتكون مجموعه باش اي الكميه اللي درنا تاع الزيت كتبان فيها. هنا كنقطعوا طريف ديال العجينه كنجربوا بعدا، ما يمكنناش نديروه حتى نجربوا. هنا راه الزيت راه سخنات، كنحيدو هاد الطريف هذا صافي، دابا ان شاء الله غادي نبداو. بسم الله، الزيت راه ماشي العافيه ماشي مجهده وماشي قليله، العافيه مويان، الا كانت مجهده غادي تحمر دغيا وتبقى من الداخل عجينه، والا كان الزيت بارده كتشرب الزيت. هانتوما هاكي تنبغيوها، ما كنخليوهاش حتى كتحمر بزاف، يعني كتكون غير هكا مذهبه. هانتوما كتشوفوا حنا كنقلبوها، راه منين قلتها غير شدات راسها شي شويه وانا كنقلب فيها، ما خصهاش تبقى غير محطوطه في المقله وصافي، لا خصك تقلبي هكا وتقلبي هكا حتى كتاخذ ديك التذهيبه اللي حنا باغيين. دابا هنا كنهزوها كنقطروها غير هكا شويه، هانتوما هنا الا خليتوها حتى تحمرات بزاف مع العسل كتجي قويه بزاف، هي لحقاش فاش كيدير لها العسل عاد كتبان لها كتقطع لها التحماره ديالها. خصنا نقطروها مزيان الزيت، هنا كنخليو هذيك الشباكيه في العسل تقريبا واحد ما بين 4 5 ديال الدقائق، احنا كنحيدوها كنهزوها غير بشويه، كنقطروا ديك العسل، كنكونوا جبنا واحد الصفايه جبانه اخرى فيها صفايه، ها
هنا كنخليه واحد حتى كتقطر من العسل باش غنديروا لها الزنجلان. الشبكيه ديالنا هي واجده، راه غير كتقطر غير واحد شويه صافي، كنبداو نستفوها في واحد الماعون وكنبقاو نديروا لها الزنجلان. الزنجلان راه محمر مزيان، خصو يكون محمر مزيان. نتوما ها نتوما كتشوفوا كاين تاع السبوله اللي وريتكم، راها كتجي مقرمله وفي نفس الوقت معلكه، هي مقرمله وهي فتيه ومعلكه. هذا المقدار اللي صوبت اليوم راه عطانا 2 كيلو لارب ديال الحلوه. هكا كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بصحه وراحه.